أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة آخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكان يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. آباؤنا الأولون. قل إن الأولين الآخرين. يجمعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون شيء من زقوم. فمالئون من البطون فأكلون عليهم الحين كاكلون. هذا ظلم ممدين. نحن خلقناكم فلولا تظنون. أفرأيتم
على أن نتعلمكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ونحن الزارعون نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلم عظيم إنه قرآن كريم في كتاب مكتوم لا يمسه إلا المطهرون من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين روح وريحان من النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم.